اسمي علي عمري وفريق العمل نوادير العراق. اليوم بهذا الفيديو راح اسوي لكم كنو توتوريال او كيف تعمل استعمال الويب سايت اسمه ميلون. يعني شنو هو ميلون؟ الويب سايت انه الى بث فيديوهات او اذا يعني تريد تسوي فيديو او يعني تسوي فيديو لايف كنو يعني حاليا انه يعني فيديو هو عندي هذا الويب سايت يعطيك القوة والشغلات اللي تحتاجها عم تسوي هذا الفيديو او عن البثات. فراح اشوفكم الطريقات شلون تستعمل يعني الاستعمال تبعه شلون يعني تغير شغلات الاسم كل هذا الحكي. فراح اشوفكم الثاني شلون اسوي اكونت شلون يعني تحط الوجه تبعك شلون تحط يعني شلون شوف تبعكم السكرين كل هذا الحكي. فراح اشوفكم هسه خلينا نروح ماشي. إذا قدام عيونكم ممكن يبين يعني إنه كنه هواية قاعد يصير كنه يعني شوية معقد بس لا كلش 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 سهل. أوكي ال الربط تبع هذا الويب سايت يكون جوا بالديسكريبشن. فعني إذا تريدون تستعملوا هذا الويب سايت يكون الربط تبعه إنه جوا الفيديو بس دوس الربط تبعه ودك على هاي ال تبعكم السكرين. ف لما تجون هنا تسوون يعني تسوون اكونت ياهم لكم السكرين راح يصير هيك هنا ماشي. تكتبون الايميل اللي تريدون تسوي الاكونت وياه. فعني اللي اسوي هذا الايميل هنا علي عامري 2050 ودوس get started ماشي. بعدين هم على كل ايميل لازم يكون ايميل مستعمل راح يدزوا لك ارقام انه تحطهم هنا. فخلينا نروح نجيب ارقام من الايميل تبعي ومن نبلش. فروح جيبوا انتوا تبعكم الارقام وحطوه على هذا البوكس. خلينا نروح هسه. اول شيء لما تدخلون على لما تحطوا تبعكم الكود راح تكون شاشه قدامكم هيك ماشي. يعني ممكن نشوف يعني يصير هوايه لكم يعني يكون يعني ممكن معقد بس كلش 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 سهل صدقوني. اول شيء تسوون انتوا خل اعلمكم انه هذني الدقمات هنا شنو هم وشنو يسوي لكم ماشي. هاي اول دقمه هنا اوكي اسمها ميوت. هاي تبعت الصوت. اذا عندكم مايكروفون تيجي يعني تريد صمت او تيجي يعني تعلو الصوت تبعكم بس تدوسون هنا يعني صار صمت السماء. شوف شو صار احمر صار صمت انه بعد يعني ماكو صوت. اذا قاعد يعني تسوون بث على اليوتيوب ماكو صوت بعد ما يسمعوا اوكي. بس خلينا نشيلها هسه وهنا يعني تدوس هذا هنا هذا الارو ويصير هنا قدامكم ماشي. فعندكم هنا هذا الاوديو انبوت هذا اللي اسمه الميكروفون انه راح تحكون وياه ماشي. فانا اللي هذا الميكروفون هو هذا ما تقدر تستعمله انا ماشي. فلسته هذا الاوديو اوتبوت انه انتم شو تسمعون يعني ما تسمعون تسمعون من الكمبيوتر من سماعات من اي شيء يمكنك على الكمبيوتر بس تدوس هنا وتدوس الدوس هو تبعكم اللي اسمه السبيكر دوسوا هذه هي ماشي. عندكم هنا هذا الايكو كانسليشن اذا يعني عندكم الغرفه مالتكم يعني يعني كل الصوت مالها تصير يعني يعني ايكوي يعني شلون يعني اذا يعني الغرفه تكون فارغه الصوت يعني معدل كل هالحكي بس دوسوا هاي بس تدوها وعلقوا هاي ماشي. والصوت يعني كان يعني كان يكون احسن لكم اذا عندكم غرفه فارغه. بس اذا انت الغرفه مالتكم يعني كانه بهوايه شغلات يعني الصوت زين بالغرفه بس هاي سدوها وعلقوا هاي الصوت كلش احسن زين كلش احسن احسن ماشي. هاي هنا الاوتو ادجست مايك فوليوم دائما خليها مفتوحه. ليش؟ لانه لما صوتك انت تبعك يصير اعلى كلش الكمبيوتر راح ينزل الصوت عم يعني كأنه الصوت لما الواحد قاعد يشوفك دائما يعني يكون احسن لكم ماشي. فهذا دائما خلوه هنا والصوت مالتك انه راح يكون باين هنا وهنا الصوت هو هذا يعني العلو صوتك راح يكون باين هنا ماشي. فهاي شغله الصوت ماشي. عندكم هنا هذا الستوب فيديو. اول شيء تعالوا هنا ودوس شو اون ستريم ماشي. فسوى هذا حاليا انه كان يوجهكم هذا كله حاليا. فإذا تريدون تسدون الفيديو تبعك وجهكم بس هاي الايكون هنا تسدوها اوكي بعد نثبت. بس خلينا نعلقها صار رجعنا وجهنا. فإذا تريدون تغيرون الكاميرا مالتكم دوس على هذا الارو هنا. فإذا هذا المرة ماي فيديو إذا دوسوها وجهكم يصير هيجي.
إذا دوسها مرة ثانية سير وجهكم سير عدل سير. فإذا سير وجهكم عدل سير أحلى. فهمت إيش قصدي؟ فإذا تريدون غيرون تريدون غيرون الكاميرا الاستعمال تعالوا على هذا هنا ودوس الكاميرا اللي تريدوها. بس أنا اللي يا أدوس هاي لأنه إذا أدوس هاي كاملينج 4K هذا الفيديو اللي قاعد تشوفونه حاليا هنا. هذه الناس وجهي الكاميرا 4K فما راح أدوس لأنه ممكن يخرب تبع البث. ماشي فخليه على هيدي ويب كام. هاي نعم الريزولوشن تكون انه الفيديو مالتكم شلون يعني يكون زين مو زين لو لا. هاي هنا يعني كنه الكواليتي يعني ال ما اعرف شلون اقولها بالعربي بس يعني يكون الكواليتي مالتكم يعني 720 بي على 30 اف بي اس 480 بي على 30 اف بي اس او 360 على 30 اف بي اس. بس اني خليها على 720 على 30 اف بي اس. بس تقدرون تسوون احسن اذا تدفعون فلوس يعني كنو اشتراك ماشي 15 بالشهر او عندكم 49 بالشهر تبع البرو. الستاندرد يعني طبيعي تشيلون الووتر مارك. فشنو هي الووتر مارك؟ هاي هنا هاي وين نسوي هاي الووتر مارك؟ هي هاي هنا ماشي انه يعني مرات انه هاي يعني دام يعني اذا تدون انت تشيلوها مزعجة او يعني تخرب الفيديو تبعك لازم تدفع فلوس. هو هاي أسوأ شيء بشرط حال قبل ال وبعة كل شيء على شغلة أسوأ شيء طبعتها هو الفلوس تبع شغلة. فهاي وهاي يعني الطريقة تشيلوها لا تدفع فلوس تبع الاشتراك ماشي. وهما تبي اشتراك يعني يجون ال اسمه الكواليتي تبع الفيديو صار أحسن صار 1080p و 30fps فصير يعني كلش على الجودة تبع الفيديو ماشي. فهو هو ذا يعني الشغلة الوحيدة منه يعني لازم نسوي مال الفيديو. عندكم طبعا الشير هنا الشير انه اذا تيجي يعني تشوفون الناس قاعد باعوك لما قاعد تبث على اليوتيوب او اذا عندك ناس داخل الابليكيشن. بس قبل ما اسوي شوكم هاي اذا تدون تدخلون الناس على الابليكيشن تبعك لازم تجي هنا فوق وين تقول invite guest دوس invite guest ماشي يطلع لك رابط لينك هنا. هذا اللينك تسوي له دوس كوبي ماشي يصير كوبي وتدزوا له ايميل للانسان او الولد او يعني الناس يعني هو لكم. لانه اذا دافع فلوس تقدر تسوي ثمانية ناس هذا اسمه مره واحده كنه بش اسمه. فاذا بس لانه ما دفعت فلوس فعندكم بس واحد جست يقدر يجي يباوعك. فعني يسوي كوبي لينك وتزل ايميل للولد او ابنية او اي شيء تريدون تسووه. اذا تريدون تسوون اسمه رابط ثاني جديد بس سوي اسمه جنريت واحد ثاني سوي هنا صار هيك ماشي. فعني لما سويت شيء راح اعيد كل هذا الحكي تبعك. فعني كل هذا راح اعيده فعني دير بالك. بس احسن شيء خليه هنا على انفايت جست خليه على اللينك اللي طوكيه هم احسن شيء. وان تريد هم تقدر تدز ايميل تجي هنا تدوس ايميل راس تدزك على ايميل تريد تدز عليه. بس يعني ما لك يعني هذا كله ما لك ماشي. فخلنا نرجع هنا نشتغل على الستريم. مرات اوكي مرات هاي خليني نشيلها هاي اللي هنا خليني نجي هنا على الديزاين هذا نجي هنا ثواني ماشي. سوينا هاي هنا. بس لما انتو تسوون اكاونت ويا هذا ال اسمه الويب سايت الايميل تبعك راح يكون موجود هنا وين مكتوب اني حاليا اللي مكتوب بريفيو 19 الايميل تبعك راح يكون موجود هنا كانه اكاونت والاسم لك. فطريقه تغير هذا الاسم تجي هنا ماشي على سيتنجز الاعدادات تجي على اكاونت هنا وتغير الاسم ماشي. فقول اني اللي تسوي
علي خلي يسوي بس علي نسيفه نروح على الاستوديو نرجع على الاستوديو. فهو بالطبيعه يتغير لك هنا بس انا اني مكنك الاكونت تبعي على اليوتيوب ولا حكي ما راح يعني ما راح يتغير بس لكم 100% راح يتغير بس دير بالك تكنك الاكونت تبعك على اليوتيوب ما لها بعد ما يتغير راح يكون الاكونت تبع اليوتيوب تبعك راح يكون موجود هنا ماشي. فهو طريقه اذا تريد تغيره تكون تروح هناك اوكي تبع الشير يعني شغله كل سهله اذا تريد تسوي شير لل يعني الشاشه تبعك تسوي هنا تدوس هاي السكرين ماشي عندك الشاشه كامله عندك الويندو قاعد تستعملها حاليا وعندك التاب تبع جوجل تبعك فانا اللي عندي هذا بس تاب فانا ما استعمله بس خلي يعني يقول نشوفك نسوي شير للسكرين كلها. اذا هم ما تريد تسوي الشير للسكرين ويا الصوت سوي شير سيستم اوديو هنا وياها وخليها كنوس التك سوي شير سكرين اوكي بعد سويت هاي شير سكرين هاي تجي هنا ماشي دوس شو اون ستريم اوكي تجي هنا قدامك اوكي يعني هذا يعني كنه قاعد اشوف الناس ايش قاعد تسوي حاليا وكل هذا الحكي. اذا تكون ما تقدر تكبرها تجي هنا دوس هاي هنا تحطها يسوي هيجي تحير تحيك يعني تغير مكانها كبرها كل هذا الحكي فهذا كله تقدر تسويه بس انا اللي احسن شيء سوي هذا عمود كنه يعني وجهك يكون كبير والشاشه تبعك يعني يكون الحجم تبعها يكون زين ماشي فهذا احسن شيء. قول ستي ثاني تسد الشير سكرين دوس هاي هنا وها سدنا بعد الشير سكرين عندك اكونت هنا مره ثانيه ما تبع يعني الفيديو تبع الفيديو انه اذا عندك يعني صوره فيديو محمل على الكمبيوتر مالتك انه الصوره يعني الفيديو تبعك دوس هاي الفيديو هنا ماشي ويجي لك هذا الشغلات هنا الفيد هنا انت يعني قول اذا يعني اذا عندك فيديو تدوس دوس الفيديو وهو الحالي يطلع هنا ويسوي شو على هاي الشغله فخليني اشوفكم انا شنو قصدي اوكي خلينا نجي هنا سويناها اوكي سوي شو اون ستريم طلعت قدامك هسه طي ثواني صارت ماشي صار قدام وجهك هنا ها اذا تريد انت تشيل هاي الصوره تجي هنا وين هاي في دوس في ها راحت زين وهاي هي الوحيده شغلات الشير تريدها هاي تبعت الباك جراوند اوديو ما له دخل فيها يعني مو مفيده ابد يعني ما سوي كل شيء. اذا تريد تسوي الجوله تبع الفيديو احسن لازم طبعا تدفع فلوس وتجيبون ال 1080 بي هو جوده يعني كانه يصير يعني كلش الجوده تبع الفيديو يصير اتش دي كلش اتش دي يعني لا تدفع فلوس لها تبعت البرو بلان مو ستاندرد البرو فدير بالك ماشي. الاوتو اد سكرين الفيديو اون ستريم ما لك دخل بيها ما تفيدك باي شيء يعني هاي عيفها زين. تبعت الرياكت انه اذا عندك واحد ثاني بال بال بالبث تبع الفيديو يعني حي يعني داخل انه واحد ثاني يعني انسان ثاني قاعد يشوف الفيديو تبعك او يعني وياك بال اسمه اذا يعني هو سوى شيء يعني مضحك او هاي تحط هاي تبعت الضحك وكل هذا الشيء بس طبعا لا تدفع فلوس على هالشغله فيعني اذا ما تستعملها ما لك دخل بيها ماشي. ها هم تقدر تكبر الفيديو تبعك تخليه هيك تخليه صغير يعني ميديوم او تشبر كلش بس دبالك اذا تسوي تشبر كلش الاكواد تبعك هنا ما تبين اوكي فخليها على ميديوم يكون احلى يكون تبعك هذا الباك جراوند يصير يعني كنه يعني يصير حلوات يعني تبين فكون احسن شيء خليه على بالنص. عندكم الريكورد الدوسه تبعت الريكورد لازم ما تدفع فلوس هي هاي شغلات هاي تبعت الويب سايت هذا يعني هواي شغلات لازم تدوسها لا تدفع فلوس ماشي. عندكم هاي هنا هو انه اذا تدفع فلوس شنو تقدر تسوي طبعا يعني اذا تدفع فلوس على تبعت البرو كل شغلات اللي تدفع فلوس يفتحن لك كلهم ماكو شغله صغيره ملك مفتوحه وما تدوك سبورت برايورتي انه اذا عندك مشكله اذا عندك انت تدفع فلوس هذول الناس اللي تبع الملون يساعدوك اول واحد يساعدوك اذا عندك مشكله اذا تدفع فلوس شغله طبيعيه تبعت انه على كل شيء ماشي. فاذا ما تريد تصير بث يعني حاليا
سوي هاي هنا تجي هنا وتسوي add destination. انت انا اللي يعني موجودة تبعتي بس إلكم ما راح تكون موجودة, فتسوي add destination. فتسوي على يوتيوب, الفيسبوك لايف, فيسبوك بيج, فيسبوك جروب, تويتش, على على اي شيء تسووه. يعني فور اكزامبل تسوي على اليوتيوب ماشي, تحط طبعكم اليوتيوب تبعكم اوكي, دوسن الاكونت اللي تدوس اسوي عليه بث الحالي اوكي, يجيكم من هذا الاكونتات اي شيء تريدون انت على اي على اي اكونت تسوون. يعني انا اللي مسوي واحد بس خليني اشوفكم شلون اسوي. قول ادوس هذا الاكونت اوكي, سوي له الاو ان تعطيهم يعني تعطيهم اسمه. بعدين اذا انت على اي اكونت تريدون تسوون بس تدوسون هيجي اوكي. بس يعني اذا تدافع فلوس تقدر تسوي على اكثر من وحده اكثر من وحده, بس يعني اذا ما تستعملها تستعملها. فاقول انا اني دير اسوي بث على هذا الاكونت بس مو على هذا الاكونت, بس تدوس على ها. اذا تريد تسوي بث على هذا الاكونت بس مو على هذا الاكونت شو تدوس هنا, تدوسن هنا وها ها. هما عندكم هاي تبعت سيلكت الاوبشنز تدوسوها اوكي. عندكم public, private, unlisted. public كان يعني للناس يعني على اي واحد يقدر يشوفها, private بس الك, unlisted يطوق يعني بس الك, بس هما تعطيهم ناس ثانيين بطريقه انه تعطيهم رابط لينك تدوسوا للناس ماشي. بس خليه على public انه انت قاعد تحاول تسوي بث حاليا, فسوي على public اوكي. تسوي next, هذا الاسم اللي الفيديو تبعك, قول لي بس قول يكون يعني hello everyone. هذا الاسم الديسكريبشن ايش تقدر تكتب عليه, عندك 1500 رقم او يعني لتر اي شيء. قول يعني شو انت تسوي اليوم, يعني قول today we're playing, اليوم راح نلعب فيفا. قول هاي ماشي. حط الكاتيجوري يعني ايش قاعد تسوي اغاني, العاب, يعني شغلات يعني مضحكه. يعني انا اللي يقول اسوي انترتينمنت ماشي, وتسوي جول لايف. بس انا حالي اني ما قاعد يعني ما اسوي جول لايف, يعني شيء طبيعي دوس لايف فيها. وها هذه الايكونات هاي بس عندكم هاي الايكونات على اليمين اوكي. تدوس على هاي الايكونات المنيو, تدوس عليها ماشي, ويطلع لك هذني ديزاين, تكست, فيديو, سيتنجز, وابس. تجي على ديزاين, هو هذا الديزاين اللي انت تسوي ماشي. قول تدوس على تسوي ديزاين هذا ماشي, يطلع لك الناس هذا اللون مالتك هنا طالع. هذا اللون يعني ما يعني يعني ما 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 تغيره, بس قول تغيره هنا, سوي الابلاي هاي بس يعني ما تغير بلا شيء, بس تغير هاي البانر تغيرت هاي بس ماشي. بس اذا تريد تغير شغلات بالهمات بالهذا الثيم بالديزاين, تجي هنا فوق هاي هنا ماشي, مبين الاسم تبعك اوكي. بس خلينا نغير نسوي كنه نسوي يعني ابيض اوكي. تقدر تغيره كنه يصير بوكس راوندد, يصير هيجي, يصير ديفولت, يكون بالرقم هيجي, او يصير كاجوال, يصير هيجي شوي اكبر بالرقم. هذا هو الستايل تبعكم. تقدر تغيرون اللون, مو مال هاي الباك جراوند, بس يعني يكون عندكم هنا التكر والباند, بس تبع التكر يكون هاي, تبع الباند يكون الابيض ماشي. تقدر ما تغيرون الفونت يعني شلون يطلع الاسمه الكتابه شلون تطلع. عندكم تبعكم هاي الباك جراوند للون تبعكم, تقدر تغيرون اللون تبع الباك جراوند بهاي الطريقه. تسوي تجون هنا تكون اي لون, تقول اسوي هذا اللون وتسوي هيجي. وين الباك جراوند راحت؟ ايه تسوون هنا. بعدين ورا ما سويت هذا هيجي سوي له ابلاي اوكي, فصار لسه احمر. فيعني دستو هاي باك جراوند. بس على فكره هاي هم لازم يكون عندكم الابجريد ماشي, لانه عندكم على هاي الستايل لازم يكون عندك الابجريد تبع البرو ماشي. تقدرون تحطون الباك جراوند لحالكم اللي عندكم اياه مسوي على الكمبيوتر تبعكم, بس هو هذا حاليا اللي عندكم اياه اوكي. فورا ما سويت الباك جراوند سويت هذا تبعكم اللي تريدونه, ارجعوا هنا عندكم التكست الكتابة البانر اوكي. تقول هنا نكتب hello اوكي, تسوي له add, تجي هنا وتسوي له show. طلعت هاي هنا اوكي, طلعت هاي هنا
فكتبنا هلا طلعت هنا بتحركها وين ما تريد فوق فوق وجهك يعني حطيناها. بس طبعا هم هذول هذا الملون ذكيين يعني انا اعرف ناس فكروا انه يحطوا وراها هاي بس طبعا هتكون فوقها فما قد تسوي عليها ولا شيء فخليها بروكنا تريد. انه التكر شغله كلش 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 حلوه وانا احبها كلش ماشي. تروح التكر تسوي عاد نيو تكون اكتب يعني تحط الانستغرام تبعك حط انستغرام اللي انا اكتب بريفيو يعني اي شيء عراقي نوادير هاي يكون يعني كنا هذا الانستغرام تبعكم سوي له اد شو هاي يطلع هنا جوا لون كلش حلو وكلش كلش زين. تيلي برومتر ماكو دخل بيها يعني ما يصير ولا شيء يعني اذا اكتب علي هاو ار يو سوي له اد سوي له شو طلع هيجي يعني ما تحتاج يعني كل يعني شغله يعني اذا تعرف شو قاعد تحكي وشو شنو قاعد تسوي الفيديو ما تحتاج ابد ماشي. ورا ما خلصنا هاي اوكي خلينا نرجع هنا نسوي اسمه باك فوق هناك تروح على الفيديو عندكم هاي تبعكم الانترودكشن انه الكاونت داون لحد ما يطلع الوجه تبعك عندكم هوايه من ذني اكو منها انه لا تدفع فلوس تبعيه شغلات هاي تبعت ملون فلوس اكبر شيء بهاي الشغله عندكم يعني اذا عندكم الفيديو لحالكم انت يعني مسوين انت فيديو لحالك اسمه احسن شيء تدوس النهايه وحط الفيديو تبع التريده. اذا عندكم جرين سكرين يكون تكون شاشه خضراء وراكم او شاشه زرقاء تقدر تحطون يعني شغلات كنو باك جراوندات وراك يعني وراك يعني بالحقيقة او لا. اذا عندكم اذا الشاشه تبعكم تكون زرقاء تحطوا زرقاء اذا خضراء تحطوا خضراء. هم عندكم يعني تدوس هاي بس يعني انا حاليا ما عندي جرين سكرين يعني ما راح اسوي ولا شيء. بس اذا تضيف يضيفون وحده لكم انت مسويها بالبيت شيء بس سوي ابلود على النيو باك جراوند حط الدوسه وهاي بس. بعدين عندكم ترجع بالباك عندكم السيتنجز يكون الجوده تبع الفيديو تبعكم اذا تسوون ريكورد تدوسون 180p بس هاي اذا يعني دافع فلوس ولا على البلان. عندكم الريكورد يعني اذا قاعد تسوون فيديوهات عندكم مات الاسم تبعكم تقدر تغيره هنا يعني انا اللي اقول انا غيره اسمه تسوي علي او عراقي نوادير. عندكم هاي مات الصوره تبعكم تغيروها همات شغله طبيعيه اذا تنوع على اذا يعني تشوفون الاسم تبعكم هذا الفوق اللي هنا شغله طبيعيه همات تسوون هيك شيء تسيدوها اذا بس تريدون تحطون الاسم بس اذا بس تريدون تحطون المايك تجون تشيلون اثنيناتها هم ما تقدر تشيلون TTS on join تشيلون تحطوها السبيكر انديكيتر هم مات يعني شغله كلها سهله او ما تقدر تحطون الاسم جوا هنا بال يعني جوا. عندكم تبع التكر اذا تتغيرون الطريق المشي تبع التكر تغيروه هاي جوا هنا او اذا تقدر تشيلون التكر لفوق ماشي. وعندكم هم شغله اخر شغله يعني ما اظن انتم ناس تعرفوها بس خلي اشرحها لكم. اذا عندكم انت اكونت ويا ستريم لابس او بي اس تقدرون هم اذا انت تحط يعني تسوون ويدجت انه اذا واحد يسوي لك يعني يعطيك فلوس يعني داخل الستريم لابس كنه يطلع لك شغله كنه ايكون يطلع فوق هنا لكم تبين يعني انه واحد يعطيك فلوس. عندكم كلاود بوت هم نفس الشيء. عندكم السوشيال ميديا تبعكم حاليا الملون بس يسوون على تويتر ان شاء الله بالايام الجايه يسوون انستغرام تويتر سناب شات فيسبوك كل هذا الحكي فاختاروا كلش حلوه واني هو هاي ان شاء الله وحيد اللي تحتاجون هاي جوا هنا عندكم تبع يعني كانه يصير شاشه سوداء مو يعني اسمها بيضاء يعني اني اللي احب السوداء اكثر من البيضاء كانه يعني احسن على العيون. وهمات اذا تمت او شغلات ما فعلت يسوون على سيتنجز تدور همات عندكم مثلا انا حاليا رابط اليوتيوب تبعي الاول والثاني تقول همات تسوون يعني تحطون يوتيوب ثاني همات تسوي اد على ديستنيشن عندكم يعني تزيدون واحده ثانيه. عندكم هاي البثات اللي سويتها قبل يوم يومين سنه سنتين يعني باي وقت حيكون يعني اسمه البثات سويت قبل. عندكم الستريم فوروردينج
على اي اكونت تريد يعني تسوي ستريمينج، على اكونت اليوتيوب الاول، على الثاني، على التويتش، على اي مكان تريدون. ماشي، عندكم البروفايلر، يعني هذا البروفايل تشوفون اذا الكاميرا تبعكم تشتغل زين ولا لا. عندكم البيلينج تبع الفلوس، اذا عندكم البيمنت بلان ولا لا. عندكم الاكونت وين تغيروا اسمه اسمكم، بس انا شفت بطريقه تغيروا اسمكم بالمنيو همات. عندكم الكونتاكت اذا 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 عندك مشكله ويا الاكونت تبعك، يعني تدزنهم هذول هو الكومباني ايميل على support@melonapp.com او تدزلهم مسج على يعني داخل الويب سايت، او اذا عندك مشكله على سبورت تشوف على البيج تقرا هذا التدهمات. وعني وهاي شغله وحيده بس تعرفوها، يعني شغله هاي قبل يعني قبل صعبه، انا كلش احبها تبع ملون، يعني كلش مفيده على الناس ما يعرفون على ستريم لابس، على او بي اس ستوديو، كلش سهله، يعني دقمات كلش يعني مفتهمه بسرعه هالقد. طبعا يعني شغله اني سيء على هاي ترى فلوس طبعا، بس يعني ما حد راح يسوي شغله بدون فلوس، يعني هاي شغله معروفه. ماشي، فحاليا هو هذا كل هذا لا تعرفوه. شكرا على الفيديو هذا، لا تنسون تحطون لايك سبسكرايب اشتراك، تحطون هذا ما تبع البال انه على مود اسمه يوتيوب نوتيفيكيشن لما نسوي فيديو ثاني. بس هاي هي، شكرا ونشوفكم بعدين، باي باي. We'll be right back.